تراهن السعودية على اجتياز المنعطفات الأخيرة في كل موسم عمرة وتعلن حالة الاستعداد ليلة 27 من رمضان، إذ يعد هذا اليوم المحك الرئيسي لإظهار قدرات الأمن السعودي في كيفية التعامل مع الحشود. يوجد الفريق التدخل السريع، وكذلك يوجد الفرق الدوريات التي تنتشر في الميدان لمتابعة الحالات الجنائية. عموم الدوريات الأمنية في الميدان جاهزة ومستعدة في أي وقت لمباشرة أي حالة جنائية طارئة. قيادة الدوريات الأمنية في مكة المكرمة حققت تحولات تقنية بعد أن دخلت تلك التقنيات الخدمة حديثا. الوكيل الرقيب إبراهيم الراشدي يوظف طائرة الدرون للرقابة على مركبات المعتمرين وحراستها. طائرة الدرون هي جهاز حديث تستخدم بتقنية حديثة مزودة بكاميرات، يتم استخدامها من قبل رجال أمن محترفين يعلمون كيف يتعاملون مع هذه الطائرة في مراقبة مواقف السيارات والمحافظة على ممتلكات المعتمرين. عيون الأمن ترصد كل الزوايا المكتظة بالمعتمرين، والعيون التقنية الجوية تساعدها في ذلك. العقيد محمد السحيمي مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة يؤكد جاهزية الكاملة في المنطقة المركزية. إدارة دوريات الأمن حرصت أن يكون القوة المشاركة في شهر رمضان المبارك 2400 عنصر من ضباط وضباط صف وجنود. أيضا لدينا 1300 مركبة. المنطقة المركزية تشهد استنفار تام من قبل الجهات الأمنية. الدوريات الأمنية تتمركز في كل منافذ الحرم المكي، تعاضدها قوات مشتركة وهي تستعد اليوم لإعلان نجاح موسم عمرة هذا العام. من المسجد الحرم خميس الزهراني، العربية.